السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل كتاب المعاصر 2024، بداية من بيج 37. ابدأ بسم الله. 37 نمبر 1 listen and circle the correct answer from A, B, C or D. استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة من A و B و C و D. نبدأ بسم الله تعالى. نمبر 1 space was one thing، طبعا بيكون شيء. The ancient Egyptians القدماء المصريين traded تاجروا به شيء، طبعا تاجر به القدماء المصريين. طبعا الميتال المعدن، stone الحجر، glass طبعا الزجاج، وهنا granite اللي هو طبعا الجرانيت. وكان بيتاجروا به المعدن، كان من أروع الحاجات اللي هم طبعا تاجروا بها في مصر القديمة. يبقى هنا metal was one thing the ancient Egyptians traded. Number two, the ancient Egyptians found metal in space. القدماء المصريين وجدوا صخور معدنية في الروكس الصخور من خلال نص الاستماع. Mountains الجبال, trees أشجار, grass اللي هي طبعا العشب أو الحشائش يعني. So number three, the ancient Egyptians could form metal into different space. بقول القدماء المصريين استطاعوا يعني كان يمكن ان هم يقدروا يشكلوا المعادن كمان الى ايه مختلفه، الى shapes different shapes اشكال مختلفه. clothes ملابس، colors الوان، pieces بمعنى قطع. يبقى القدماء المصريين استطاعوا ان هم يكونوا المعدن من ايه في الى اشكال مختلفه، يعني كان بيشكلوا المعدن الى اشكال مختلفه. يبقى هنا shapes اشكال. سؤال نمبر 4 the ancient Egyptians القدماء المصريين used metal to make tools and space. بقول لي القدماء المصريين استخدموا طبعا المعدن لصنع الادوات والمعدات وكمان الايه الاسلحه and weapons. The ancient Egyptians used metal to make tools and weapons. استخدموا القدماء المصريين المعدن لصنع الايه الادوات وكمان الاسلحه. leaves معناها طبعا الاوراق، chairs اللي هي الكراسي، بيتس بمعناها طبعا الأسرة يعني اللي هي قابلة للطي يعني. بعد كده عندي السؤال نمبر 2 to the correct answer from A, B, C or D. The ancient Egyptians قدام المصريين needed احتاجوا space to hunt عشان يصطادوا الانيمالز for food للطعام. احتاجوا طبعا الويبنز الأسلحة to hunt animals for food. ميتال معدن، كوينز عملات معدنية، بابيروس أو بابيروس اللي هو الورق البردي. سؤال نمبر 2 بيقول لي gold was a popular metal for making space in ancient Egypt. الذهب كان طبعا ايه معدني، معدن شعبي صنع في مصر القديمة لصناعة ايه. طبعا هنا gold was كان معروف شعبا، معدن عذرا شعبي أو معروف يعني for making لصناعة طبعا الايه المجوهرات في مصر القديمة. يبقى تاني الذهب gold was a popular metal for making jewelry in ancient Egypt. فوض الطعام، دورز الأبواب، ويندوز النوافذ أو الشبابيك. ده دي كان معدن شعبي أو معروف الصنع في مصر القديمة، كان طبعا لصناعة المجوهرات يعني jewelry. So number three space means buying and selling things between countries. هو بيتكلم هنا عن تعريف يعني التجارة. التجارة كانت بتعني شراء وبيع الأشياء بين الدول. يبقى الإجابة الصحيحة عندي trading تجارة. swimming السباحة، hunting معناها طبعا الاصطياد يعني أو الصيد، و drawing الرسم صيد والسباحة والتجارة. يبقى أنا عندي هنا كلمة trading تجارة means بتعني buying اللي هو عندي شراء and selling وبيع things الأشياء between countries بين الدول. بعد كده عندي السؤال نمبر 4 the princess الأميرة is the king's space. طبعا البرنسيسة دي كانت بنت الملك يعني يبقى هنا daughter على طول. king's daughter كانت بنت الملك. the princess is the king's daughter. friend صديق، brother أخ، و son اب. بعد كده السؤال نمبر 3 read and complete the text with the words in the box. نقرأ ونكمل النص بالكلمات اللي بين الإطار. ماسك القناع، جرين حبوب، سنيك ثعبان، تو مقبرة، artifacts اللي هي قطع أثرية أو يعني منحوتات أثرية. ancient Egyptian artifacts يعني التحف المصرية القديمة،
are amazing مدهشة ورائعة. One of the most beautiful واحدة من أجمل الإيه؟ طبعا الـ artifacts يعني القطع الأثرية. Number one artifacts from ancient Egypt من مصر القديمة is توت عنخ آمون's mask بيكون قناع توت عنخ آمون. It was found in his يعني لقد عثر عليه في إيه طبعا إيه في مقبرته بين التوم البي صاين يعني يبقى في مقبرته. The space is gold إيه اللي كان من الذهب بقى؟ إحنا كنا بنتكلم عن الماسك القناع يبقى ماسك is gold يعني يتكون من الذهب. With blue lines بخطوط زرقاء between بين الجولد لاينز بين الخطوط الذهبية كان في خطوط زرقاء بين الخطوط الذهبية اللي كانت طبعا على الماسك بتاعه. Under his chin أسفل ذقنه is a thin beard يعني لحية رقيقة أو رفيعة يعني رفيعة. There is also كمان هناك أيضا a space on the top of his head في أعلى رأسه كان في أعلى رأسه طبعا كان في كان في طبعا ثعبان أعلى رأسه بين سنيك على طول سنيك on the top في قمة طبعا إيه أو أعلى of his head رأسه. بعد كده القطعة الثانية read اقرأ the text النص and answer the question. The ancient Egyptians built the pyramids many years ago. بنى المصريين القدماء الأهرامات منذ طبعا إيه سنوات عديدة أو كثيرة. The pyramids الأهرامات are big طبعا كانت كبيرة وضخمة. Old buildings كمان مباني قديمة shaped like triangles وكمان على شكل مثلثات. يبقى الأهرامات كانت كبيرة وكمان مبنية أبنية قديمة shaped شكلها like triangles مثل المثلثات. They were made by clever people كمان تم صنعها من قبل أشخاص أذكياء. A very long time ago منذ فترة أو وقت طويل جدا. The pyramids الأهرامات of Giza in Egypt are very famous كمان الأهرامات في الجيزة مشهورة جدا. They were built as a special tombs for important kings and the queen يعني بنيت كمقابر خاصة للملوك بنيت كمقابر خاصة للملوك والملكات المهمين تعاملت طبعا مقابر للملوك والملكات الايه الخاصة لهم يعني بنيت كمقابر خاصة للملوك والملكات الايه المهمين جدا. These pyramids هذه الأهرامات are still standing today هذه الأهرامات ما زالت يعني أو تزال واقفون اليوم. And many people visit them وكمان الكثير من الناس يزورونهم بسبب because the ancient Egyptians built them with granite لأن طبعا القدماء المصريين بنوها بالجرانيت بحرف بحجر اللي هو الجرانيت ده الجرانيت يعني. A very hard stone حجر صلب جدا حجر صلب جدا. يوم طبعا بنوها كمقابر خاصة للملوك والملكات المهمين وكانت طبعا هذه الأهرامات ما زالت واقفة حتى الآن والكثير من السياح يزورونها أو الناس يزورونها بسبب طبعا إيه المصريين القدماء بنوها بالجرانيت وكان طبعا حجر صلب جدا. نبدأ تشوز الأول بيقول لي طبعا عذرا نقول طبعا عندي choose the correct answer from A, B, C or D. السؤال الأول بيقول لي the main idea of the text is about يعني الفكرة الرئيسية للنص عن طبعا نتكلم أبنية ولا triangles اللي هي المثلثات بوتس القوارب ولا pyramids الأهرامات نتكلم عن الأهرامات طبعا. بعد كده عندي بيج 38 the underlined word can special بمعنى يعني خاص means تاني unusual يعني طبعا شيء غير عادي normal طبيعي regular بمعنى يعني منتظم usual هنا بمعنى يعني كالعادة يعني يبقى الكلمة اللي تحتها خط دي بمعنى خاصة تعني unusual يعني شيء غير عادي. بعد كده بيقول لي the pyramids الأهرامات of Giza are in Egypt طبعا في Egypt مصر الأهرامات طبعا الجيزة في مصر Italy ولا China ولا France ولا Egypt طبعا في مصر. بعد كده السؤال نمبر B بيقول لي what do the pyramids look like كيف تبدو الأهرامات كيف
تبدو الأهرامات شكلها عامل ازاي؟ they look like triangles يعني مثل الايه؟ مثلثات. they look like triangles. سؤال نمبر 5 why were the pyramids built؟ يعني عايز السؤال عن لماذا بنيت الأهرامات؟ لماذا بنيت الأهرامات؟ الأهرامات ليه اتبنت الأهرامات؟ إيه السبب؟ they were built as a special tombs. طبعا هي بنيت كمقابر مميزة أو خاصة for important kings and queens. كمان للمين؟ الملوك والملكات المهمين. بعد كده الترتيب put the words يعني ضع الكلمات in the correct order في الترتيب الصحيح to make sentences لكي تكون الجمل صحيحة. the tree الشجرة is in front of my house. الشجرة بتكون أمام مين؟ my house منزلي. سؤال نمبر 2 نبدأ بالفاعل. then الفعل عندي used يبقى هم استخدموا metal المعدن to make tools لصناعة الأدوات. So number 3 the king الملك was والفعل مضاف له ing الملك كان walking كان بيمشي around حول ذا كاسل القلعة. هذا الفاعل was أو were والفعل مضاف له ing. بعد كده عندي number 6 read and write correct form الشكل الصحيح يعني اقرأ طبعا ونكتب الشكل الصحيح أو التكوين الصحيح للكلمات بين الأقواس. I put the bag أنا وضحت الحقيبة عذرا. عندي تو حرف الجر طبعا يبقى next to يعني بجوار ذا تيبل المنضدة أو الترابيزة. Number 2 the park الحديقة is أنا عندي هنا the school وهنا and دي مكان ودي مكان يبقى بين كذا وكذا. ما دام عندي مكانين محتاج طبعا حرف الجر between بين يبقى الحديقة between بين the school المدرسة and the museum المتحف. ادي سكول اند ذا ميوزيوم فيه هنا مكان ومكان يبقى محتاج على طول ايه حرف الجر اللي هو ايه بتوين يعني بمعنى اللي هو بتوين بمعنى بين يعني. البنك تويت ذا فولوينج تي كابيتال والاس بتاعت طبعا سامي عشان اسم شخص يبقى ثانك يو سو ماتش شكرا جزيلا سامي. تي كابيتال لان طبعا اول جمله بتبدا بحرف كابيتال وسامي ده اسم شخص يبقى الاس كابيتال. بعد كده طبعا بيقول لي باراجراف يعني 50 words using the following guiding elements باستخدام العناصر الاسترشادية والمساعدة. trade in ancient Egypt تجارة في مصر القديمة. guiding elements عناصر المساعدة metal معدن economy اقتصاد. Egypt مصر is famous for trading in the past يعني مصر كانت مشهورة بالتجارة in the past في الماضي. كمان trading is buying كمان اللي هي بتعريف التجارة يعني بيكون buying اللي هو عندي شراء and selling وبيع things الأشياء between countries بين الدول. كمان ancient Egyptian قدماء المصريين found metal وجدوا المعدن in the rocks في الصخور. the ancient Egyptian قدماء المصريين could استطاعوا عملوا طبعا ايه melt ان هم يدوبوا and form وكمان يكونوا الميتال المعدن into different shapes يعني إلى أشكال مختلفة. طبعا هم استطاعوا ان هم يدوبوا وكمان يكونوا المعدن into different shapes في اشكال مختلفه او الى اشكال مختلفه. trade تجاره with other countries يعني التجاره مع الدول الاخرى. helped ساعدت the ancient Egyptian القدماء المصريين economy او اقتصاد القدماء المصريين to develop ان هو يتطور. يبقى again تاني Egypt is famous for trading in the past. Trading is buying and selling things between countries. Ancient Egyptians found metal in the rocks. The ancient Egyptians could melt and form metal into different shapes. Trade with other countries helped the ancient Egyptians economy to develop. كمان إن التجارة دي مع الدول الأخرى ساعدت القدماء أو اقتصاد القدماء المصريين القدماء إن هو طبعا إن تو ديفولب إن هو يتطور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا للمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.